اهلا بكم يا جماعه، عاوز اتاكد دلوقتي ان التلاجه دي مثلا اللي جايه لي من شركه توشيبا هي التلاجه الاصليه او تلاجه فرز اول مش فرز تاني، والضمان بتاعها مطابق للضمان اللي جاي معايا، يعني الضمان ده مش مضروب. اعمل ايه دلوقتي؟ اول حاجه الضمان بيكون جاي عليه سيريال نمبر زي ما انتم شايفين كده. بص على الضمان اللي معاك، سواء بقى اي جهاز توشيبا عموما بيكون جاي عليه الضمان، بيكون جاي عليه سيريال نمبر، ورقة ملزوقة على الضمان زي ما انتم شايفين كده اهي، والتلاجة نفسها بيكون ملزوق عليها نفس الضمان. لان ناس كتير سألتني في البث قالوا طب نعرف ازاي، ما احنا ممكن يضحك علينا برضو. اهو ركز معايا، ادي شهادة الضمان اهي، ضمان 10 سنين، ضمان العربي بنفس الشركة، ومكتوب هنا ضمان 10 سنين ضمان العربي نفس الشركة. طيب انا عاوز اتاكد برضو من المعلومه، هتاكد ازاي؟ طب ممكن الضمان ده مضروب، شايف الرقم ده 22 جي 18 شباك 0001 3 4. هناخد الورقه دي زي ما هي كده وهنلف في ظهر الثلاجه، هتلاقي هنا في ظهر الثلاجه في نفس الورقه اهي، شايف؟ ادي الورقه اللي على الضمان اهي، ادي الورقه اللي على الضمان. ركز معايا على الارقام وركز معايا هنا، هتلاقي نفس الكلام اللي هنا، هو نفس الكلام اللي هنا. شكرا ليكم، دي الطريقة ومفيش غيرها.